عندما يبدأ الليل هجومه على آثار النهار تبدأ حكاية الرعب. قتل، خطف ورمي للجثث في شارع الأربعين أو شارع الأشباح كما يسمى في قضاء الحسينية. النساء ممنوعات من المرور والسبب التحرش. تفصيلة ما يجري فيه تروى على لسان الأهالي. بعد الساعة بالستة يصير شارع أشباح، قتل، تسليب، رمي جثث، كل شيء فيه، خاصة احنا النساء. هذا الشارع ما نقدر نوصله ولا نقدر نعبر به. السبب هو وجود تحرش. طفل ومذبوب هناك بالطمر الصحي، وهم مذبوح ومشمور على الأنقاض. وهسه قبل أسبوع هم صارت حادثة مع البنية اللي ورانا، هم مذبوحة مشمورة تكرم بالمجاري. وهذا الشارع يعني أصبح الوضع يعني تعبان به، وهاي الناس الأهالي كلها ظلت تتخوف من هذا الشارع. الرحلة عبر هذا الشارع بعد أن يحل الظلام كالسير في حقل من الألغام، فللقصة بقية لما يحدث في هذا الشارع. عمليات تسليب تحت تهديد السلاح تنفذ ليلة بين فترة وأخرى، كما يتحدث لنا أصحاب التكاتك والمركبات. يتحدثون وفي ذات الوقت يناشدون. مثلا أنا سابو تكتك يأجرني واحد، أنا على باب الله أروح، هاي تجيني كروة أروح، أريد رصقي، صح لو لا؟ شي صحيح. فأكثر يعني صارت حوادث ما أعرف شنو، أو تسليب أو شي، يعني ست جاي يسوقي طقك سكينة. والله إيه، جاي يصير حالات قتل هواي وتسليب. أريد من الدولة مثلا يحطون كاميرات إنارة بالشارع، يكثفون الدوريات بالليل، أنا مو شوي الشارع يهدى لا قتل لا هاي. الليل عند أهالي قضاء الحسينية أضحى كابوساً بسبب هذا الشارع. ما يتعرضون له جعلهم يخرجون عن صمتهم لتكرار تلك الحوادث دون توقف. هي نداءات استغاثة من الأهالي يرافقها خوف وقلق، علها تلاقي اهتماماً واستجابة حكومية لإنقاذهم مما يعيشون فيه. من شارع الأشباح كما يسمى في قضاء الحسينية، بدر الركابي، التغيير.